اعتداء جنسي وتحرش ومحاولات انتحار، هذا ما يحدث في جزيرة بريطانية معزولة بالمحيط الهندي. تفاصيل مخيفة كشف عنها عدد من طالبي اللجوء لمحققين تابعين للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. فما القصة؟ موقع بي بي سي البريطاني نشر تقريراً يسلط الضوء على ما يحدث في جزيرة دييغو غارسيا، إذ قال إن 61 شخصاً من المهاجرين أغلبهم من سريلانكا وصلوا إلى الجزيرة في أكتوبر عام 2021 بعد أن واجه قاربهم مشكلة أثناء محاولتهم الذهاب إلى كندا. الموقع نقل عن مفتشين أمميين أن ظروف عيش عدد من اللاجئين في تلك الجزيرة ترقى إلى مستوى الاحتجاز التعصبي، مشيراً إلى أن جميع ادعاءات الاعتداء والتحرش الجنسي كان الجناة المزعومون فيها من طالبي اللجوء الآخرين. الموقع البريطاني ذكر أن الجزيرة تحتوي بجانب مخيم المهاجرين على قاعدة عسكرية بريطانية أمريكية استراتيجية مشتركة، وعليه لا يسمح للزوار المدنيين بدخول الجزيرة. في المقابل اعترفت وزارة الخارجية البريطانية بأن الجزيرة غير مناسبة لاستقبال المهاجرين، مشيرة إلى عملها من أجل تحسين ظروف عيشهم.